الحمد لله وكفى وسلام على النبي الأصفر وعلى سيدنا محمد المصطفى وعلى صحابته الكرام وذريته العظام المستكرمين الشرفة وبعد إخوتي الكرام مزيد مع كتاب الجزية والموادعة من صحيح البخاري. نسأل الله التيسير على أن يتيسر لنا الانتهاء من الكتاب كليات بإذن الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين المسلمين. قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في صحيحه: وما زلنا مع كتاب الجزية، وما زلنا مع باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب. قال رحمة الله: حدثنا أبو اليمان الحكم النافع من الثقات الأزبات رواه الجماعة، قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة من الثقات الأزبات رواه الجماعة، قال عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث أنه قال حدثني عروة بن الزبير. عروة بن الزبير من الثقات الأزبات، وهو فقيه من الفقهاء السبعة، كان تقيا نقيا صواما قواما. قال عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه وارضاه من الصحابة أنه أخبره أن عمر بن عوف الأنصاري قال وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا رضي الله عنهم جميعا، قال أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين. قال أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. قال فقدم أبو عبيدة، البحرين كانوا كأهل فرس يعني ليسوا عرب. قال فقدم أبو عبيدة رضي الله عنه بمال من البحرين، فسمعت الأنصار رضي الله عنهم بقدوم أبي عبيدة رضي الله عنه، فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف صلى الله عليه وسلم، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء رضي الله عنه جميعا. قالوا أجل يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله إلى الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. أقول إخوتي الكرام مازلنا في الكلام على الجزية والموادعة وتعليق ابن عيينة الذي رواه في تفسيره صواب حسن كما قلنا فعل عمر بن الخطاب، اختلف العلماء في مقدار الجزية، فقال مالك أكثرها 4 دنانير على أهل الذهب، وعلى أهل الورق 40 درهما، ولا حد لأقل بها، وهذا كله مأخوذ من فعل عمر بن الخطاب. يعني الجزية هذه بتوقيتها والكلام عليها كلها من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ظلم ضرب على أهل الكفر الجزية وأخذها منه. أخذ مالك في ذلك من وراه نافع أن أستمع أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وأهل الورق 40 درهما، وقال كثيرون يأخذ من الغني 48 درهما ومن الوسط 24 ومن الفقير 12، وهو قول أحمد. الكلام في قول أحمد على التفاوت بين الفقير والغني، وهذا التعامل تعامل حقا عشان تعلم رحمة الإسلام، ومع ذلك لأن المطلوب ليس المال، المطلوب أن يكون الذل عليهم والصغار. قال حتى يعطوا الجزية عيادين وهم صاغرون، لابد يكون فيه الصغار والذل لأنهم كفروا بالله جل في علا. هذا المعنى الأصيل في مسألة الجزية لما كفروا بالله، يعني أناس كفروا بالله الله تعالى يضرب عليهم الجزية ليذلهم ليجعل الصغار عليهم. وأنت ترى أهل الكفر الآن منعمون يرفعون فوق الهامة، وعند سلام المسلم على أهل الكفر كأنه يعني سيلعق يده وأصابعه، وهذا يعني مخالف، يعني هذا يغيظ أهل الإسلام، وفيه أيضا محادة لله ولرسوله الله، يعني أن عمر الخطاب يرسل إليه ويقول له كيف تكرمونهم وقد أهانهم الله، قال هم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، وضرب لهم مثلا في الكتاب قال إنهم قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أمثلة ضربها الله جل في علاه أهل الكفر كفروا بالله، يصفون الله بالنقص، يسبون الله ليل نهار، كيف يكرمون كيف؟ فكان الأصل في ذلك ليس المال، الأصل في ذلك الذل والصغار على هؤلاء، وأخذوا بذلك بما رواه إسرائيل عن إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف
فوضع الجزية على أهل السواد 48 و12 وراه القصر في الأموال. وقلنا هذه المسألة الخلاف فيها خلاف يسير، يعني ليس مسألة فيها مضايق خلاف أو مسألة فيها فواصل، الخلاف ذلك يسير كما قلت. المهم أن الجميع يتفقون أن الأصل بذلك أنه ما يعطي الجزية إلا عياد وهو صاغر، لا بد أن يكون فيها الذلة والصغار عليهم، وهذا المطلوب من أهل الكفر، لا أن تكرمهم. يعني رجل يعبد البقر تكرمه وترفعه بين الناس، وأيضا أنت الذي تركع أمامه وتقبل يده وهو بيعبد بقرة، يعبد بقرة ويكرم على أنه يعبد بقرة، هذا ما يجوز في حال من الأحوال. أو رجل يعبد الشيطان فأنت تأتي به وتجعله فوق الهامات أو تجعله مقدما على الناس، ولما تكلمه بكل احترام وإجلال وهو يعبد الشيطان، ها؟ الواحد يعبد اللات والعزة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل فيه مش أبو جهل، هذا كان سيد القوم لو صح الحديث، اللهم عز الإسلام بأحد العمرين، سيد القوم أبو سفيان كان سيد القوم، سعير بن عمرو كان حكيم الناس، كيف كان يعاملهم النبي؟ كان يسفئ أحلامه. قوم تجرأوا على الله جل وعلا، كيف يكون لهم مكان عند الناس؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وأحمد قال وجدت فيها ينقص على قدر طاقتهم المسألة كلها، كما قلت النظر فيها ليس المال ليس أساسي، المال ليس أساسي، الأساسي في هذا الباب هو الصغار والذلة عليهم. والشافعي قال أيضا في يجوز الزيادة والنقصان، المسألة متفاوتة على القدر، لأن عمر أزاد على فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقص منه، فقالوا لا يقل عما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يزيد كما زاد عمر القدر. يقول شافعي الجزية دينار في حق كل أحد، وهذا دليله معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمن وأمرني أن أخذ من كل حال من دينار أو عدل ذلك من المعافى الثياب اليمنية، وهذا صحيح صححه العلماء. قال ثور اختلف في رأيه هذا عن عمر، فللوالي أن يأخذ أيها بأيها شاء إذا كانوا أهل ذمة أما أهل الصلح فما صلح عليه لا غير، وهذا صحيح. المسألة واقفة على الاجتهاد، اجتهاد العالم في هذا الباب. وقلت الأمر المتفق عليه هو الدلة والصغار، والخراج يجب عند أبي حنيفة أول الحول، أما شافعي أحمد قال هو آخر حول، هذا أمر يسير أيضا ولكن هو آخر حول كما قلنا، لأن الرحمة بهم في هذا الباب. ولذلك مالك قال أرى أن ينفق من بيت المال على كل محتاج من أهل الذمة إذا لم يكن له حرفة ولا قوة في نفسه أو في صومعة أو في ذلك. كان عمر يفعل ذلك، أن عمر الخطاب كان ينفق على رجل من أهل الذمة حين كبر وضعف عن العمل. والحنفية والملكية الجمهور يقولون لا, لا, لا يأخذ من الصبي ولا من المرأة ولا مجنون ولا فقير غير معتمد، خلافا للإمام الشافعي الذي قال يؤخذ من كل هؤلاء، ولا يؤخذ من شيخ ثان ولا زمن ولا أعمى، وفي رواية يؤخذ منهم ولا على سيد عبد عن عبده إذا كان السيد مسلما، ولا جزية على أهل الصوامع من أهل الرهبان خلافا للشافعي أيضا. وروى عن عمر عبد العزيز أنه فرض على الرهبان الديارات على كل واحد دينارين، وأنا أرى أن الرهبان أولى أن يؤخذ منهم من الآخرين، هؤلاء أفسد خلق الله، هؤلاء الذين يضللون الناس أصالة، وهم الذين يعلمون الحقيقة، هم اطلعوا أكثر النصارى أكثر القساوسة اطلعوا على الحق وعلموا أن الله واحد لا شريك له، وأن عيسى عبد من عباد الله جل في علاه، خلق الله كما خلق آدم. لكن القوم يعني القوم لهم ما لهم من الأموال الطائلة والمكانات والإعلام الشديد، والجميع من الرؤساء وغير الرؤساء يأتون يقبلون الأيادي ويطلبون الغفران وغير ذلك، فكيف يتركون مثل ذلك؟ الدنيا إذا دخلت في قلب المرء تشبعت، وإن تشبع القلب بها انتهت آخرته، انتهت، لأن الدنيا والآخرة ضرتان كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، من أصاب الدنيا فقد خسر الآخرة. وهذا الذي قلناه لمن نريد نجاته، ماذا تفعل؟ لما تذهب إلى أهل الدنيا بهذه الطريقة؟ إن لم تكن أنت أصلا أهل دنيا، إن لم تكن أنت أصلا يعني الدنيا تربعت في قلبك وتشبعت، أنت تخون واحد من أهل الدين أو تخون أحد من أهل الديانة ممن علمك كيف تتوضأ وكيف تصلي من أجل الدرهم والدينار، من أجل الليرة والدرهم والدينار، هل هذا يفيدك في الدنيا قبل الآخرة؟ خسرت كل شيء وخبت وخسيت وكنت خسيسا،
يعني بعدما كنت مرفوع الهامة نبيلا، بعدما كنت يعني أنت قبل أن تدخل على أهل الدين كنت إيش؟ كنت مجهولا لا تساوي شيئا. دخلت على أهل الدين صرت معروفا، وصرت رجلا طيبا فيك ما فيك من الخير، تقرأ القرآن ويظهر على وجهك النور على ما ذكر، ولعل الذي لا يذكر كان ينظر بعين الطفاء مش بينظر بعين وجهه. لكن المهم أنه لو رأى ذلك وكانت له فراسة، وأظن أنه فراسته خانته جدا في هذا الباب في هذه المسألة، ثم بعد ذلك تخسر كل ذلك خسارة تامة من أجل الليرة، من أجل أن يكتب لك الشيك بأنك فعلت وما فعلت، ما فعلت شيئا ولا 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 فزت بشيء. وبقي شوف 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 الذي يغيظ قلبك عشان تموت بالقهرة، بقي صاحب العلامة الكاملة. هو صاحب العلامة الكاملة لم يشك فيه لحظة واحدة، ولم يتزعزع عن مكانته التي الله تعالى أعطاه إياها، والله العظيم ولا ثانية واحدة. بل الله تعالى كان يزيد في قلب من يعلم أنه العلامة الكاملة أنه سيرتقي فوق رقيه ارتقاء، وأنه حقا صاحب العلامة الكاملة، وأنه من أصدق الناس، وأنه لن يترك ما هو فيه ولو اقتلعوا رقبته وانفردت السلفة، وسيبقى على الطريق ما كانت الأنفاس في 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 في, في روح. ثم بعد ذلك تقول أنت يعني طب اجعله يسمع، لا ما أنا ما أريد أحد يسمع، ما أريد أحد يسمع، دعوك مني، أنا في هذا الباب عندي اعتقادات أمشي بها، لكن يعني ليس غيظا لقلبك، والله أنا أتكلم بالحقيقة. هو ما زال العلامة الكاملة وصار فوق العلامة الكاملة. الله يوزع في القلوب، الله هو الذي يحرك القلوب، فهو العلامة الكاملة وفوق العلامة الكاملة، وهو الذي يسير في الطريق، وهو الذي سيصل الطريق بعد إسالة شيخي، بعد إسالة دم شيخي، وسيسلم. ما عندوش مدهانة في الدين، ما ينفعش المدهانة في الدين، ما تنفعش المدراء قد تكون، لكن المدهانة لا يمكن أن تكون موجودة في الدين بحال من الأحوال في هذا الباب. فسبحان الله، يعني لذلك شوف باعوا دينهم من أجل درهم الدينار، باعوا دينهم من أجل الرتبة، من أجل المكانة، من أجل العلو في هذا الباب، باعوا دينهم، باعوا كل شيء، باعوا كل نبل وكل خلق سامي، باعوا كل شيء وترسموا خطى الشيطان، وحسبوا بذلك أنهم قد فازوا وحازوا، وهم أخيب خلق الله جل في علاه. ما قلنا لك يا بني يا عم صابر طاعت فلوسك يا عم صابر، المفروض اللي بيدخل في هذا العمل بيعرف أصول التخزين، آسف لا يعرف أصول التدريب، ما تدربتش صح، كل التدريب الذي أخذته على مر سنينك فأنت ما زلت ضعيفا وهيا، تحتاج إلى مكر ودهاء شديد. لكن أقول حقا يعني لا، أنت ذكي لك مكر، لكن مكرك يتهاون لأنك لا تتعلق بالله جل في علاه، ما تعرف كيف تنظر للسماء فتبكي على ما أنت فيه، أو تبكي على ما أنت ذاهب إليه، ما تعرف كيف تحب من يحب الله جل في علاه، أنت تحب من أحبه القرش كاليهود. ولذلك أنت لما سألتني عن نفسك أولا قلت لك أنت يهودي يا صرف، أنت لست رومي، أنت يهودي. وحقا اليهود أضعف خلق الله، مع أنهم ألأم خلق الله، قوم اتهموا الله جل في علاه وسموه بالنقص، لذلك الله تعالى كشفهم لأهل الصلاح. عمر بن الخطاب ماذا فعل به؟ وقالوا له يحجونه بفعل السلام، قال إلى ما؟ إلى أن شاء الله، وقد شاء الله أن أجليكم وسأجليكم وأجلاكم. وهو إن شاء الله يعني يقال له اخلع، الخليج يقولون انقلع، مشكلتك كبيرة جدا، لابد أن ترجع إلى ربك، وأنا والله يعلم ما في قلبي ربي، ما أريد لك إلا أن تكون لله، وترجع إلى ربك لأن فعلا خساراتك فادحة. وماذا فعلت؟ وماذا استفعلت؟ دين الله باقي والراية باقية، وسأتحكم الدين رغم أنفك وأنف أي أحد يضاد الدين، فإن راية الله جل في علا مرفوعة. هؤلاء القساوسة من أجل المال والدرهم والدرار والمكانة باعوا دينهم، يعني باعوه بثمن بخس دراهم معدومة، وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وادعوا ولدا لله جل في علا. ما الذي عندهم؟ ما الذي لهم؟ كل العامة ينقمون عليهم ويسبونهم ويقولون أنهم آكلوا أموال الناس، كل العام الله بغض الناس عليه، لكن الذين يحبونهم يحبون منهم شيئا واحدا،
دون تثبيت المكانة والوجاهة عند العامة فقط، وهم يعطونهم ذلك والثاني يعطيهم المال. بالضبط بالضبط يذكروننا بالوليد بن المغيرة. سمع القرآن قال إنا نعلم الشعر وأتقناه، ليس هذا من الشعر، ونعلم كلام الكهنة وليس هذا من كلام الكهنة. ثم قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. شوف 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 بصره الله، أعطاه الله الحق. يا غبي يا متخلف، جعلك الله تسجد له جل في علاه وتبكي لحظات، جعلك يعني يكون في نقاء في وصفاء في قلبك، ثم بعد ذلك تلقي هذا يعني لا بال لك تلقيه خلفك ظهريا كأنك تحدي الله. يا متخلف أنت أوهى من بيت العنكبوت. قال إن له لحلاوة، أنت متخلف، أنت أذاقك الله حلاوة القرآن. ما هذا؟ بل جعلك تتمثل بقراءة من يقرأ القرآن من قلبه وأنت متلوث، جعلك تقرأ الحديث كما يقرأ أهل الحديث المتقنين وأنت متلوث. ما أثر فيك ذلك أن ترجع إلى ربك يا غبي؟ أنت الآن تهلك نفسك هلك لا يعلم بها إلا الله، وأنا مهمتي هي إنقاذ الجميع. هذا دين وأنا لن أسكت في أمر الدين. يقول إن له لحلاوة، يا غبي يا متخلف، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن علاه لا وإن أسره مغدق وإن علاه لمثمر. شوف 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 الآن الرجل على مسافة أقرب مسافة إلى الله جل وعلا، ورجل الآن ذاق حلاوة القرآن كما كان عتبة، بس عتبة كان أعقل منه، هذا الرجل أخس أخبث منه. فجاء أبو جهل علم أنه تأثر وأنه يمكن أن يعطيها لمحمد صلى الله عليه وسلم، فذهب فجمع المال وجاءه فقال يا أبا الوليد أو قال يا أبا خالد، قال له إن كان في خؤولة بينهم، قال له إن قومك جمعوا لك مالا وفيرا لتقول لنا لتكلم في محمد وتقول لنا قولا فصلا. فشوف وصف الله وصفا دقيقا المال ماذا فعل به، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. وش النتيجة بعدها؟ جاءتهم من السماء وانتهت، خلاص انتهى، سأصليه سقر. فقال عليه ذلك وانتهى أمره، ما استطاع أن يرد كلمة واحدة بعد ذلك. ولله حكم وشؤون في عبادي، المسافة معك الآن، ما لم تغرغر تب إلى الله تفز، ارجع إلى ربك، دعك من هذا المخور ولا هذه الوحل الذي كنت فيه أو أنت فيه. قلت لك أنت في وحل ومن معك في وحل عظيم، بل أنا قلت كلمة فوق ذلك، قلت أنت بعيدهم في قاع النار، عليك أن تنقذهم إن استطعت، بل أنت الذي تؤسس لهم قاع النار. اتق الله يا ابني، اتق الله، اتق الله وارجع، والله أخاف عليك خوفا عظيما، اتق الله وتب إلى ربك جل في علاه. بعد ذلك ماذا بعد؟ أنت لله، إن كنت لله يحميك ربك جل في علاه. شوف الجزية ضربت هؤلاء للذلة والصغارة، أنت أيضا تكون أمثال هؤلاء، إن الله يكتب لك ذلة وصغارة وحقارة. كفى 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 أن يضرب بك مثلا من افترشاه الضباع، لا يستطيع أن ينظر في عين الأسود، ده الآتي أفظع من ذلك وأسرع وأقوى، لكن يبقى أنه لم يصل إلى درجته القصوى، هو ما زال في وسط الطريق. كن على الجدة، إن الله كتب الذلة والصغار في كل من عصاه وكل من تحداه. قالوا شالنجر، وش الحدث؟ أول ما طلع انفجر. قالوا تيتانيك، تحدي لله جل في علاه، وين تيتانيك؟ إلى الآن ينظرون إلى حطامها، ما في التحدي، تحدي لله جل في علاه لا يمكن أن يكون فيه فوز بحال من الأحوال، الكل خاسر. كن تحت كنف الله مهما يحدث، ما في شيء عليك إلا أنك هي تشكل دبوس وتدخل الجنة على طول، نعيم أبدي. حديث وجالة من أفراد البخاري كما سأله وجالة وابن عبدة التميمي البصري، هذا الحديث فرض به البخاري، كان حيا بمكة سنة 70، ووالد جزء وهو معاوية بن حسين بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن مقاعس، واسمه الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد بن نات بن تميم عم الأحنف بن قيس. وروى حديث ابن حبان في كتاب شروط أهل الذمة من حسن بن معاوية الطويل، حدثنا حجاج بن عمرو عن بجالة قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية فجاءنا كتاب عمر، انظر أن تأخذ الجزية من المجوز، فإن عبد الرحمن بن عوف أخبر. فالبحرين أيضا كانوا فرسا، وأن السلام ضرب عليهم الجزية. نعم.
وعمر طلب الجزية. والمجوس قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا له الكتاب أم لا، والصحيح أن نقول بأن الإنسان قد سنوا بهم سنة أهل الكتاب، لأنهم ليسوا من أهل الكتاب، لكن قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا أكلي ذبائح، غير ناكحي نسائهم ولا أكلي ذبائحهم. طبعا الفوائد تأتي بعد الإنسان. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.